محاولات من دولة قطر في كافة الجهات وكافة المنظمات الدولية لتجاوز هذه الانتهاكات السيادية، انتهاكات على سيادة دولة قطر وانتهاكات القانون الدولي، وما بني من هذه الحملة بني يعني أكثر الخطوات التي تم اتخاذها من هذه الحملة هي خطوات مخالفة للقانون الدولي بمحاصرة الدولة بدون إبداء أي أسباب شرعية لذلك، وادعاء أن هذه الإجراءات هي لحماية أمن الدول المحاصرة الوطني هو ادعاء خالي من عاري من الصحة، ودولة قطر لن تدخر أي من الإجراءات المطلوبة منها لحماية شعبها وللتخلص من هذه الإجراءات الغير قانونية. بالنسبة لنا سلوك الدول المحاصرة إلى الآن لم يكن هناك أي تجاوب أو أي خطوات إيجابية من طرفهم. دولة قطر موقفها ثابت منذ البداية بأنها تريد حل هذه المسألة بالطريقة الدبلوماسية وعبر الحوار القائم على مبادئ التي لا تنتهك السيادة وتحترم القانون الدولي، وكذلك أن تنتج هذه أي اتفاق ينتج التزامات تبادلية والتزامات جماعية لا تكون إملاءات من طرف على طرف، ودولة قطر لن تقبل أي إملاءات. سلوك الدول حتى الآن هناك تصريحات متضاربة وهناك تصريحات متناقضة من قبلهم، لم نرى أي خطوة إيجابية وإنما مستمرين في حملة افتراءات على دولة قطر، وتمتد هذه الحملة إلى عواصم مهمة في العالم منها واشنطن أو غيرها من العواصم الغربية، ووصلت إلى مرحلة دفع مبالغ للصرف على إعلانات تجارية لشيطنة دولة قطر. شكراً.